يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش يا أخوان؟ لعلكم إيش؟ لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون أو لأموالكم توفرون أو بأحوال الفقراء تشعرون. لا والله لا، قال لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تجوعون ألا لعلكم تعطشون ألا لأموالكم توفرون أو بأحوال الفقراء تشعرون. لا، قل لعلكم تتقون، يعني إيش؟ تعبدوا ربكم تبارك وتعالى حق عبادته. لما سألوا علي رضي الله عنه عن التقوى، قالوا يا علي رضي الله عنه ما هي التقوى؟ قال لهم التقوى الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله، والعمل بالتنزيل أي العمل بالقرآن، والقناعة بالقليل. في ناس بيرقدوا 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 ما بيجوعوا بيعملوا بيعملوا بالقليل، ربك تبارك وتعالى كتب لك اقناع فيها. بعدين والاستعداد إلى يوم الرحيل، يوم القيامة لابد أن نستعد بإيش؟ بالصلاة وبالعبادات وبالكذا، لابد أن نفكر ونحتسب إلى ربنا تبارك وتعالى. أمس قبل أمس كنت بالسوق، واللي بعرف واحد ما بقول على اسمه مشعل السيكارة بالسوق هيك وعم يصيح مثل يا ليلي يا ليلي ماشي. يا قلت له خالي ايش هاي؟ ايش هيك؟ ايش عم تسوي؟ شيخي قال ما عم بحسب سوم. قلت له انت امك بيعرفوا وابوك بيعرفوا، لك انت امك وابوك معروفين، يعني ايش عم تسوي هيك؟ روح على الكوشاي هيك. ايش بقول؟ قال لي انا ما عم بستحمل ربي، بدي استحمل العالم. انا هيك ليش ما عم بصوم؟ قال خيو انا يوميتي 200 ليره ما عبد الشغلي ما بحسب. قلت له شوف اذا اعطوك 800 ليره او 1000 ليره باليوم بصوم؟ قال ما حدا بيعطيني. يا خيو فروض بصوم؟ قال بصوم بعين الشمس. ايه هلا انا ما عم بسمع الصوت غير الشر. ليش؟ قال شيخي يسرى الله غفور رحيم لا شد. قال صار يضحك. يقول الله تبارك وتعالى فليضحكوا قليلا ويبكون كثيرا، يضحك شوي ولكن يوم القيامه فليبكون كما اخبرنا ربنا تبارك وتعالى. فت على محل، كنا بالشغل، فت على محل سبع زلام بعرفهم، ايش بدكم تسووا؟ يا قران او شيء. هذا عم يلعب اوكي، هذا عم يلعب سكامبيل، هذاك عم يلعب طاوله. شيخي تعال بركي شيء اكسك على قلي انا، تعال تعال تعال. عم يتمسخر ها؟ لك يا هفلا خلى صار عم يتمسخر. يا رب والله يوم القيامه بدي يندم ندم شديد شديد. بهذا الشهر، بهذا الشهر ربنا تبارك وتعالى ايش؟ الشياطين عم يربطون، ابواب الجنه متفتحات، ابواب النار مغلقه لكي يتعبد المسلمين ويعبدوا ربهم تبارك وتعالى. هاي صار 10 19، ايش بيقولوا؟ بس العشر بشر، لابد ان نحتسب ونرجع الى ربنا تبارك وتعالى. الايام تجري يوما بعد يوم، وهذا دليل على اقترابنا الى ربنا تبارك وتعالى، لابد ان نفكر ونرجع الى ربنا. وفي شهر رمضان في ليلة عمي ليلة القدر، إذا بنعبد ربنا 1000 شهر هنجبد لهاك الليلة، يعني يقول الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر، إذا بغلط ساعدني ها، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هات البيت القدر في واحد عبد الشيخي تعال هاي قال بدي يا خيو عازمينه، قال في عرس عم تيجي على ليلة القدر، عم يقول لي إذا ما أحييت ليلة القدر رحت على العرس يعني وصليت العشاء بيحيي ليلة القدر؟ قلت له هم العرس تن 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 وهونيك الله الله اكبر الله اكبر، يعني كيف يعني؟ قال ليله القدر والعرس سوا. مثل مره رفعت كنت بخسروس اعطينا اسم جنب الساعه في جميع العرس اللي عم ينط اللي عم يزلقط اللي عم يعمل واللي ادى المغرب الله اكبر. انت جميع ليلة ترى كم عمي الحجي صلوا ختيارين وما حدا اجى على الجميع طاوله. الله اكبر. والله ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر
سوف يحاسبنا إن لم نعبد ربنا كما أمرنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان هيك الأيام تمضي ولا يبقى إلا وجه ربنا تبارك وتعالى. نعم. ومن المسلمين من صحته جيدا ولا يصل ولا يصوم. مين اللي ما بصوم؟ أول شيء المرضان، بعدين المسافر، بعدين المرأة بالشهر، وبعدين الجيبة، وبعدين أولاد صغار، وبعدين المخلوع المجنون، وبعدين الكافر. إيه هذا لا كافر ولا هيك وما بيصلي. إيه والله هذا عم يتحدي رب العالمين تبارك وتعالى. شيخي ما بس ايش ما بتعسر؟ كل شيء بقدي ما شاء الله، ما بيعسر. بس اذا قلت له انا بألف ليره اذا اعطوك بصوم بعين الشمس، هيك ما بصير. الله تبارك وتعالى يحذرنا وينبهنا ربنا تبارك وتعالى. وعم يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. طيب ايش الباب؟ الله اعلم. والله في نعم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. يعني الله تبارك وتعالى خصص للصائمين. وفي الجنة مين؟ جارك محمد صلى الله عليه وسلم، جارتك عائشة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها. ما بريد مين ما بريد؟ يصلوا صوموا. عشان هيك المسلمين والله العظيم في غفلة، يجب أن ننتبه ونرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. نعم. وبعدين في ناس بصوموا بالكذب، بالغيبه، بالايش بقول لك، كل شيء خيو عينه على الحرام، دانه بالحرام. بالنهار بلم الحسنات وبالليل بفرق الحسنات. عم يقول العلماء اذا ما تحكي احكي بحق امك وابوك علشان ما يروحوا الحسنات البعيد. خير امك وخير الحسنات. بيحكي بحق هذا لا لا لا، وبعدين هكا بيرك هيك يا خيو والحسنات قال بابا وقال قال قال عليهم في الحسنات كلهم. لا، ما دام خيو عندك عاد ما تحكي احكي بحق امك وابوك علشان الحسنات يروحوا لامك وابوك. عم يقول محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل والجهل. اذا ما بدش هالكذب وعينك الى الحرام، الله ما محتاج لا لصيامك ولا لاكلك ولا لشربك، اترك. عم يقول ما محتاج. بعدين يوم الافطار بيجي هذا بيكتب صائم، هذا صائم، صائم انت بيكتبك جائع. ليش؟ لأنه صيامك ما ضل منه شيء. وعم يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس من صيامه إلا الجوع والعطاش. علشان هيك لابد أن نعتبر ونرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. نعم نعم. لقد كنا في رمضان الماضي ما هيك؟ إلا أيام أو شهور مرت بنا. يعني الأيام الماضي كم من المسلمين صلوا معنا؟ كثير ما هيك؟ أين تحت التراب؟ الله العظيم ينتظرون البعث والنشور إلى يوم القيامة، عم يستنوا. ورب الخلق كانوا بيتمنوا هلق يجوا يصلوا ركعتين ويقولوا يا رب اغفر لنا يا الله، بس راحوا. ونحن عم نتمتع ونصوم ونصلي، ممكن هذا رمضان آخر رمضان لنا. عشان هيك لابد أن نتوب ونرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. نعم نعم. لا إله إلا الله. شهر رمضان ربنا تبارك وتعالى كتبه لنا علشان يعني يعرف من امتحان أن الله ما محتاج لا لصيامنا لا لصلاتنا، ولكن يقول إذا بتصوم هذا الشهر لك مكافأة ولك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أمس في واحد شيخي قال: أنت ليش عم تصوم؟ قلت له: عشان أمرني ربي تبارك وتعالى. طيب قال: أنا بنصوم ولكن أنا عباكو فايز، بجوز؟ قلت له: شوف الفايز ربك بده يحاسبه عليه، ولكن صوم أنت. هكا الفائز الله بده يحاسبه، إذا بتحسن اترك الفائز واترك بيكون، لكن هذا الصوم لا تخربط هذا بهذا، هذا لحال وهذا لحال، أنت صوم وإن شاء الله تبارك وتعالى بتترك هذه الشغلة. قال: أنت عم تفتينا مثل زكريا بياض؟ عم قال لي: يعني قلت له بدك أقول لك يعني ما صوم؟ يعني مثل واحد بيجي بقول له صايم؟ بقول له صايم، بقول له عم تصلي؟ بقول له لا، بقول له روح
روح افطار ربك ما بيتقبل صيامك، وهاك طلبه من الله لقاها من عبد الله بروح واللي فطر. يعني انت لو بدي اقول لك ما صوم يا اخي ذنبك على جنبك، هاك ربك تبارك وتعالى بدي يحاسبك، ولكن انت صوم صوم وان شاء الله سبحانه وتعالى سوف ان شاء الله تترك هذه الفعل وتوب الى ربك. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا جارا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، تقبل صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين، وارحم أمهاتنا وآباءنا يا رب العالمين، ومن كان حق علينا يا رب العالمين. يا رب ارحمنا إذا جاء ملك الموت لقبض أرواحنا، ثبتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي أنت تقول ادعوني أستجب لكم، منا الدعاء ومنك الإجابة يا رب. اتقبل منا صيامنا واعف عنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش يا أخوان، لعلكم إيش، لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون أو لأموالكم توفرون أو بأحوال الفقراء تشعرون. لا والله لا، قال لعلكم تتقون.